السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في الصف الأول الأساسي. اليوم درسنا عن تجريد حرف الشين. الأهداف: يلفظ حرف الشين لفظا صحيحا، يتعرف شكل حرف الشين اسما وصوتا، يكتب حرف الشين بطريقة صحيحة، يذكر كلمات تحتوي على حرف الشين، وأخيرا يحافظ على نظافة كتابه. حرف الشين. هيا لنستمع سويا أحبائي الطلبة إلى هذه القصة الجميلة. ذهب شادي إلى شاطئ البحر، شاهد شروق الشمس. رسم شادي على الشاطئ سمكة قرش. عاد شادي إلى بيته مسرورا. هنا نرى كلمة شادي، نرى كلمة شادي تبدأ بحرف الشين. على الشاطئ، كلمة الشاطئ أيضا بوسطها حرف الشين، اسمه شين وصوته اش، وأيضا كلمة قرشا هنا انتهت بحرف الشين. إذا ما اسمه؟ اسمه حرف الشين. وما صوته؟ صوته اش، صوته اش. شادي اش، الشمس اش، قرش اش، اش شجرة، شجرة اش، منشار، منشار اش، قماش، قماش. أذكر كلمات تبدأ بصوت حرف الأش: اسم شيماء، نبات شعير، حيوان شبل، بيت حروف المد. ها هو بيت حروف المد: آ، أو، إي. إش آ؟ شا. أحسنتم. أشؤو؟ شو. أحسنتم. أشؤي؟ شي. رائعين. شا شو شي. شا دي. هنا نقرأ الكلمة شا دي. شومر، شومر. يمشي، يمشي. أحلل الكلمة إلى مقاطع. هنا هذه الكلمة هي كلمة شافي، شافي. أحللها إلى مقطعين: شافي، يم، يمشي، يمشي، يمشي. فرش، فرش. رمش، رمش. وهنا يوجد آية بالقرآن الكريم تحتوي على حرف الأش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا مرضت فهو يشفين. أحسنتم، إنها بكلمات يشفين. اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي، أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. هنا هذا الدعاء نقوم بالاستدعاء به لرب العالمين لكي يقوم رب الناس بشفاء الناس
وذهاب البأس عنهم، والبأس هو المرض، لأن الله سبحانه وتعالى هو الشافي، هو الشافي من أسماء الله تعالى الشافي. وكلمة الشافي احتوت على حرف الإش، أيضا كلمة شفاء وكلمة شفاؤك وكلمة شفاء وكلمة وشفي. أحسنتم. إذن ما أجمل هذا الحرف، وهو حرف الشين يا أول. طفلي الرائع، قم بحل الصفحات في كتاب اللغة العربية صفحة 43 و44 و45. وشكرا لكم أعزائي الطلبة، وشكرا لسماعكم. إلى اللقاء.